متابعة لهذا الشأن مشاهدينا، تنضم إلينا من بيروت السيدة سندريلا مرهج، محامية وباحثة سياسية. أهلا بك. مساء الخير، أهلا بكم وبمشاهدي قناة اليوم، وشكرا لكم على الاستضافة. أهلا بك. بداية، موسكو ترفض أي تواجد عسكري غير شرعي بسوريا، إذن احتلال تركيا للأراضي السورية مرفوض تماما. كيف سيواجه بوتين أردوغان بهذا الموقف خلال قمة يوم غد؟ إن روسيا لم تبدل من مواقفها تجاه سوريا منذ أن بدأت الحرب على سوريا بأن وحدة الأراضي السورية واستقلال سوريا هي مسلمات لا يمكن لروسيا أن تدخل بأي مفاوضات تكون عكس المبدأين السابقين. وبالتالي اليوم ما يحصل أن أنقرة تمارس عدوانا على تركيا، على الشعب السوري، على الأخوة الكرد، واحتلال الأراضي السورية، ومحاولة أردوغان طرح فكرة إنشاء قواعد عسكرية داخل سوريا هي احتلال الأراضي السورية. وبالتالي طبعا أن روسيا ترفض هذا الأمر. وأظن أن في لقاء الثلاثاء فيما بين أردوغان والرئيس الروسي مسألتين أساسيتين. أولا، سيحاول أردوغان معرفة ماذا حصل في المفاوضات فيما بين بين الأخوة الكرد والحكومة السورية، وربما يريد أن سيحاول أن يعرف أكثر ما هي واقع أن يكون الاتفاق قد حصل، ربما على أن يكون هنالك مناطق يعني ذو إرادة، ذو حكم أو إرادة ذاتية يظن ذلك، وسيريد أن يتطلع أكثر من الجانب الروسي على تفاصيل هذا الاتفاق، وفيما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية فعلا ستنخرط بجزء كبير منها في الجيش السوري أم لا. ولكن من الجانب الروسي طبعا أن الجانب الروسي سيلعب دورا في المستقبل على ما نعتقد بأن تكون المفاوضات السورية التركية عبر الجانب الروسي. طيب، يعني بالنسبة للتهديدات التركية واستئناف عدوانها على شمال شرق سوريا، هل من الممكن أن تنجح روسيا في إقناع تركيا أو إلزامها بوقفه؟ وإن تم ذلك، ما المقابل؟ لا شك أن أردوغان عليه أن يقتنع بأن ما يقوم به في شمال شرق سوريا هو عدوان وجرائم، يعني جرائم إبادية، وهذا العمل من الجانب السياسي الدولي مخالف للقانون الدولي، وهو عليه أن يقتنع بذلك، وإلا أن سوريا لن تبقى على حياد في هذه المسألة، والمعارك ستكون دامية أكثر. وبالتالي عليه طبعا أن يقتنع. والجانب الروسي اليوم سيحاول إقناع أردوغان بأن هذه المفاوضات ستكون ورقته الأخيرة. نعم، أيضا موسكو تحاول يعني أيضا في جمع الطرفين، أي الإدارة الذاتية والنظام السوري، على طاولة واحدة. يعني إذا تم ذلك، ما هي فرص نجاح هذا الحوار في ظل الظروف الحالية، وإلى ماذا من الممكن أن يفضي برأيكم؟ أن انسحاب القوات الأمريكية عسكريا أدى إلى مرحلة جديدة، وهي أن يذهب الأخوان الكرد بمفاوضات مع الجانب السوري. والإدارة الذاتية ليست محسومة حتى الساعة، وهنالك مباحثات حصلت يعني عبر قاعدة حميميم الروسية، ولم يتم الإفصاح عن كافة البنود التي تم التبحث بها، وهذا ما يريد أن يعرفه تماما أردوغان في لقاء الغد، فيما إذا كان فعلا سيكون هنالك إدارة ذاتية أم لا. وهذه مسألة سيقررها الجانب السوري مع الأخوة الكرد، والجانب الروسي يلعب دورا في هذه المرحلة بإقناع تركيا بأن توقف عدوانها على سوريا، خاصة أنه سجل الكثير من خروقات لمرحلة وقف إطلاق النار، والعدوان المستمر على سوريا سيؤدي بالنتيجة إلى أن تأخذ روسيا موقفا حاسما قد يكون عسكريا تجاه تركيا. نعم، رغم أن هنالك مصالح مشتركة. نعم، إذن يمكن القول أن يوم الثلاثاء سيكون يوم حاسم. طبيعي. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. ضيفتي السيدة سندريلا مرهج، محامية وباحثة سياسية، نشكرك على قبول الدعوة. حدثنا من بيروت.